فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة السياسيس وانسحابه في كأس الكاف بعد تعادل 1-1 مع شهيبة القبيلة. معنا بالتليفون اللاعب السابق للسياسيس عصام المرداسي. عصام أهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك إسلام. مرحبا وأهلا وسهلا زيادة بجميع مستمعي إذاعة إكسبريس أفان. شنحوالك، شنو الأمور خوي؟ والله الحمد لله، اللي فضلك خير. لبيس الحمد لله. عصام، نحكي شوية على المقابلة. الساعة كان متوقع الانسحاب ولا خاصة بعد الهزيمة في الذهاب في صفاقس بالذات؟ طبعا للأسف كان متوقع، لأنه متوقع لا لشيء، لأنه مستوى اللي ضر به زاد شبيبة القبيل في صفاقس كان مستوى كبير. ضرب الكاشف انه المستوى اللي ضر به هو نتاج للمستوى الهزيل اللي ضر به نادي رياضي الشيخ في مباراة الذهاب. لانه نادي الشيخ في مباراة الاياب كيف حسن شوية من مردوده ظهر على حقيقته فريق شبيبة الاقبال، فريق عادي. اي خاطر استغربت في قلت لي ضرب مستوى كبير، معناها ماهوش فريقك اللي عملناه في مباراة الذهاب. في مباراة الذهاب ظهر بمستوى كبير لانه نادي رياضي الشيخ كان غير موجود. النادي الشخصي توجد في مباراة الجزائر ظهر الفريق الجزائري لحقيقته، لأن يعني أنا مانيش متابع البطولة الجزائرية. نعرف شبيبة الأقبال فريق كبير، لكن كي طرشت في الماتش وحللته أون بليس دو ساعة ظهرت ثم إمكانيات ممتازة فنية. كي بدات القراسي حمادي الضو أكثر لادفيرسير ووقف لجوار كليب الفريق الجزائري ظهر بريمون فريق عادي جدا، ونادي رياضي الشخصي كان أفضل بكثير في مباراة العودة، لكن سيتروتا. شنو وين تحط المقابلة عصام انت؟ هل هو مقابلة نجم نبنيو عليها المستقبل، وإلا صيف السياسيس نقوله نهاية فترة نهاية جيل الهيئة الملاعبية، كيفاش نعاودوا الفريق من جديد؟ وين تحط السياسيس اليوم؟ مستقبل ماذا معناتها؟ للأسف نهاية مرحلة، نهاية موسم. مازال كاس تونس اللي نادي رياضي الشيخسي معناتها منافس جدي عليه، يعني نحب ولا نكره عنده زوج مباريات ان شاء الله اذا كان انتصر على نادي البنزرتي، ثم منافس اللي بعده كيف كيف في الساقس وماهوش في قيمه معناتها مش يكون فريق هاوي. ينجم نادي رياضي الشيخسي فاسيل ما يكون في الدمي فينال، وتعرف انت مباراه كاس على مباراه واحده كل شيء يجوز، كيما ينجم يخسر مباراه للنادي رياضي الشيخسي كيما ينجم ينتصر ويتعدل معناتها للتور اللي بعد. لكن نحب ولا نكره نادي رياضي الشيخسي اليوم في موسم كارثي، موسم خايب برشا، موسم ينجم يكون نهايه جيل كامل. مش ينجم، هو من المفروض اليوم على النادي رياضي الشيخسي بمسؤوليه اذا قعدوا ولا بمسؤولين جديد اذا باش يجي، ولا اي انسان اليوم باش يجي يسير نادي رياضي الشيخسي ولا باش يخدم في النادي رياضي الشيخسي لازم يخمم في المستقبل. ما ينجمش يكون هذا مستقبل نادي رياضي الشيخسي. ما تنجمش تكون نادي رياضي الشيخسي هذه اليوم نحكيه على ما نعرفش، انا نحكي على 6 سنين مرحله السيد مصطفى خماخم وادارته، وحتى السنتين الاخرانيين التاسيه لطفي عبد الناصر. ما ينجمش النادي رياضي الشيخسي يقعد 6 سنين يهز كوب دو تونيزي كاو، ما ينجمش. حتى في 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 كل في القاره الافريقيه والدول العربيه، حتى كي تحكي على اليوفي العرب ولا النادي الرياضي الشيخسي في افريقيا، ما ينجم حتى يسقط انه الفريق هذا في 6 سنين هز كاس تونس. برشا حاجه برشا حاجه من وراء الخيال، حاجه كابوس، هذا كابوس لازم نفيقوا منه. برشا من حقائق السياسيس يقولوا اليوم يزيه منصف خماخم يمشي على روحه، هيئه جديده، انتخابات جديده، مع الموقف هذا والا لا؟ انا مع مصلحه النادي الشيخسي. وين مصلحه النادي؟ ضر بالكاشف انه مصلحه النادي الرياضي الشيخسي ماهيش في الهيئه الحاليه. اليوم سي منصف خماخم انسان نقدره ونحترمه وعمل له عطاء اللي ما عطاه حتى حد من فلوسه الخاصه. لكن نحكي تسييريا فشل ذريع، فشل كبير، تغييرات بالجمله على مستوى المدربين اثر برشا على المستوى تاع النادي الرياضي الشيخ، اثر برشا على النتائج تاع النادي الرياضي الشيخ. اليوم تحب ولا تكره اسلام، على المستوى الرياضي تسال اي انسان مدرب ولا رئيس ولا مدير رياضي ولا رئيس فرع ولا نابورتكي ولا ملاعبي، ايش هزيت ايش عملت في حياتك انت؟ ايش عملت كلك سوا تلعب في نادي كبير اللي هو منافس على الالقاب، ولا تلعب مع بكامل احتراماتي مع نادي صغير قداش قعدت في الناسيونال؟ هذا سي في، هذا بالماريس يتقيد. كل رئيس تعدى بالنادي الرياضي الشيخ ايش عملت؟ كيف تافي؟ شنو قدم؟ شنو جبت؟ قداش هزيت من لقب في النادي الرياضي الشيخ؟ حبوا نذكروا الفترة هذه فترة سيئة جدا. فنيا فما بوادر، فما بوادر مش كارثية، ما فما بوادر إيجابية فنيا مع حمد الدوت، فما حاجة تبدلت؟ لا، وانا هو الاكيد اللي مش ما نكذبوش، ولو انه فتره قصيره في سيدة. اسبوعين ما نجموش نحكم في اسبوعين، ما عدا الاسبوع الاول بتاتر المباراه الاولى بتاع
التشبيبة الأخباي في طيب ميري كان مستوى هزيل جدا ما تنجمش تحكم عليه. نحكم على الشوط الأول بتاع الرجيش، شوط ممتاز جدا. ثم المباراة بتاع الجزائر كانت مباراة محترمة، وخاصة ال 15 دقيقة الأخيرة نادي الرياضي الصفاقسي كي بعد، خاصة بعد ما سجل الهدف، ردة الفعل توجدت، الروح توجدت، هذا كانوا مفقودين لمدة شهور في النادي الرياضي الصفاقسي. صحيح، وعندهم حق زاد، نحبوا نذكروا لأنه حكينا على هيئة وحكينا على برشا مدربين حصلوا لهم الشرف كونهم مدربوا النادي الرياضي الصفاقسي، لكن ما هماش تاع النادي الرياضي الصفاقسي خاتيم، لكن فحاليا متقيدينهم في السبب تاعهم مدربوا النادي الرياضي الصفاقسي. كما تم عديد اللاعبين زادا اللي صح عليهم لعبوا في نادي اسمه نادي الرياضي الصفاقسي، لكن ما هماش تاع النادي الرياضي الصفاقسي. سمينا اسامي كيما شكون مدربين ولا ملاعبين؟ لا ما نسميش، انا سميت قبل اسامي وما ليناش، ما نحبش نجرح حتى حد، ولو اني ما نخاف من حد، انا نعرف معروف، لكن ما نحب نجرح حد، لانه يعني اليوم شنو مش يضيف لي انا كي نسميه غدوة حي ملاعبي، انا مش نسميه مش نطيح له من قيمته، ما عادش يلقى حتى جمعية يلعب فيها. لكن صح عليه، نعاود نقول لعب في النادي الرياضي الصفاقسي يدلل على اي جمعية غدوة حي، لعب في السي اس اس. واضح، شكرا ليك. وما يحبوش، لازم يفهموا الناس الكل، مدربين ولا مسؤولين ولا لاعبين، راهو كي تلعب في نادي اسمه نادي الرياضي الصفاقسي مجبور عليك، مجبور عليك تقيد في السي في بتاعك شنو هزيت في النادي الرياضي الصفاقسي، لانه ثم هذيك النوسيون وتخمام في بعض اللاعبين، وتوجدت بكثره في النادي الصفاقسي انه يستخايلوا الكارير قداش لعبت من ماتش، وفي السي في بتاعي قداش قعدت من عام انا في جمعيه كبيره. لا يا اخوي، انا نعرف السي في، كي نبعث السي في انا كي كنت ملاعبي ونبعث سي في الجمعيه نرجعها بالالقاب اللي هزيتهم، مش قداش لعب. نقول راني كل عام انا ستيتر، هزيت شامبيونات، كوب، كوب دراب، كوب دافريك، انا ايش هزيت؟ باركونتر كي يلقاك لاعب حتى 200 ماتش وما هزيت فيهم حتى لقب، مش يقول لك انا لاعب عادي. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك عصام مرجيسي على كل التفاصيل الفنية من دون تنبيه بخصوص السي اس اس والوضعية الحالية في الفريق. فدوة تركي في الأخبار وبعد مكملين حتى لما 3:30.